إخواني الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذه الحصة سوف نرى الدالة العددية لمتغير حقيقي. فالدالة مثلا هي علاقة بين مجموعتين. إذا أخذت مثلا مجموعة A ومجموعة B، العلاقة بين هذه المجموعة A والعلاقة ومجموعة B سأرمز لها بالحرف F. فمثلا زوج صورتها 4، 3 صورتها 6، 5 صورتها مثلا 10 إلى آخره. إذا هنا لقد خلقت علاقة بين مجموعة A ومجموعة B. هذه تسمى مجموعة الانطلاق وهذه تسمى مجموعة الوصول. فالأعداد 2، 3، 5 لها صورة في المجموعة B. إذا أخذنا مثالا آخر، فمثلا عندي هنا A B X ألفا Z. لنفترض أن A لها صورتها هي 1، B صورتها 5، X تا هي صورتها 5، ألفا عندها مثلا 7. فهنا كل عدد له صورة واحدة في مجموعة الوصول، نسمي هذه A وهذه B. العلاقة سأسميها G. إذا هذه العلاقة G تربط بين مجموعة A ومجموعة B، مجموعة الانطلاق مجموعة الوصول. الأعداد ديال عناصر A وهذه الصور 1، 5، 7 هي صور هذه الأعداد. إذا كل عدد من المجموعة A له صورة على الأكثر في مجموعة الوصول. هنا هذا العدد Z ليس له صورة. إذن إذا أخذنا الأعداد التي لها صورة هي A B X ألفا، هذه المجموعة نسميها مجموعة تعريف دالة F. مجموعة التعريف هي جزء من مجموعة الانطلاق للأعداد التي لها صورة واحدة في مجموعة الوصول. إذا كانت لدينا هذا المثال مثلا E و F وعندنا واحد العلاقة H بينهما، نفترض أن هنا واحد العدد A B C. إذا كان A مثلا له صورتان 2 و5، B عندها 1، هنا هذه العلاقة بين E و F ليست بدالة عددية. لماذا؟ لأن هناك عنصر له أكثر من صورة. هنا هذه الأمثلة كل عنصر له صورة واحدة، وبالتالي فهذه ليست بدالة عددية. إذن هنا تكلمنا على مجموعة التعريف، الآن سنرى أمثلة لمجموعة التعريف دالة. فنأخذ مثلا في مجموعات غير منتهية مثل R إلى آخره. إذن غادي نعطي مثال ديال دالة. عندنا دالة F معرفة من R نحو R، يعني مجموعة الانطلاق R، مجموعة الوصول R. X صورته مثلا 3X أس 2 زائد 5X ناقص 1. ما هو مجموعة تعريف هذه الدالة؟ هل هناك جزء من R من مجموعة الانطلاق من العناصر التي لها صورة واحدة، أو هل يوجد أعداد ليس لها صورة؟ دونك هنايا بالنسبة لهذا المثال فالدالة F هي دالة عددية. لماذا؟ لأن مجموعة تعريفها هي R. مجموعة تعريف الدالة هي R. لماذا؟ لأنها F دالة حدودية، والدالة الحدودية مجموعة تعريفها هي R. إذن
كل دالة تكتب على هذا الشكل أو شكل آخر، مثلا زوج إكس زائد خمسة أو أربعة إكس أس ثلاثة ناقص زوج إكس أس اثنان زائد إكس ناقص خمسة، كل هذه هي دوال حدودية. إذن فمجموعة تعريفها هي R. نشوفوا أمثلة أخرى لمجموعة تعريف دالة. فنأخذ مثلا f دالة عددية بحيث fx تساوي جوج x ناقص واحد على x زائد خمسة. هذه دالة عددية، ولكن مجموعة تعريفها يجب تحديده. إذن لتحديد مجموعة تعريف دالة نكتب x تنتمي إلى الدالة f بعد ليكون x ينتمي إلى r عدد حقيقي. x تنتمي إلى الدالة f تكافئ x زائد 5 تخالف صفر، لأن x زائد 5 في المقام. إذن يجب أن يكون المقام غير منعدم، يعني x يخالف ناقص 5. ونكتب دلي اف يساوي ار باستثناء ناقص خمسة، ار باستثناء ناقص خمسة. ويمكن كتابة هذه الكتابة على شكل مجالات، فمجال دلي اف هو المجال ناقص ما لا نهاية حتى الناقص خمسة اتحاد ناقص خمسة زائد ما لا نهاية. دونك هو مجموعة تعريف هذه الدالة. مثال آخر، fx تساوي ولا gx ولا تساوي جذر جوج x ناقص واحد. سؤال، حدد مجموعة تعريف دالة f ليكون x ينتمي إلى r. alors x تنتمي إلى الدالة f، يعني تنتمي إلى مجموعة تعريف ديال دالة f، ولا يعني زوج x ناقص واحد أكبر أو تساوي صفر. لماذا؟ لأنها تحت الجذر، والعدد الموجود تحت الجذر يجب أن يكون دائما موجبا. إذن يعني زوج x أكبر أو يساوي واحد، x أكبر أو يساوي واحد لا زوج. إذن مجموعة تعريف دالة f هي ناقص هي من واحد إلى اثنان حتى زائد ما لا نهاية. إذن نكتب واحد على اثنان زائد ما لا نهاية. علاش درنا أو تساوي؟ لأن هذا يقدر يساوي صفر، ما يهمش، يقدر يساوي صفر، وبالتالي نكتب أكبر أو يساوي صفر. مثلا أن جيل إكس تساوي واحد على جذر خمسة ناقص إكس. هذه هنا يجب ليكون بعد السؤال دائما حدد مجموعة تعريف دالة f ولا g، ليكون x ينتمي إلى r، x ينتمي إلى دالة g، يعني 5 ناقص x أكبر قطعا من الصفر. علاش؟ لأنه في المقام، ما خصوش يساوي صفر. هنا قبيلة كان في السطر ليس مقاما، قلنا أكبر أو يساوي صفر، ولكن هنا أكبر قطعا من الصفر. ناقص x أكبر أو يساوي ناقص 5، x أصغر أو تساوي 5. إذن دالة g هي جميع الأعداد أصغر قطعا من 5، وهي ناقص ما لا نهاية حتى 5، ونفتحوا هنا المجال. نشوفوا أسئلة أخرى. نأخذ مثال 3 fx تساوي f دالة عددية لمتغير حقيقي بحيث fx تساوي 3 على x أس 2 ناقص القيمة المطلقة لx. هنا هذه الدالة
نقول x ينتمي إلى R ليكون x ينتمي إلى R. x تنتمي إلى الدلي F، يعني x وستنان ناقص قيمة المطلقة لـ x تخالف الصفر. ما كانش الجذر دروك، كان كي ما يكونش الجذر نديرو غير يخالف الصفر، كي يكون الجذر مربع ونديرو أكبر أو يساوي صفر ولا أكبر قطعا من الصفر. إذا هنايا نقدروا نعملوا بعد هذه نردوها القيمة المطلقة لـ x وستنان ناقص القيمة المطلقة لـ x تخالف الصفر، يعني هنا نحملوا بالقيمة المطلقة لـ x عامل للقيمة المطلقة لـ x ناقص واحد تخالف الصفر، يعني القيمة المطلقة لـ x تخالف الصفر هو القيمة المطلقة لـ x ناقص واحد تخالف الصفر، يعني هنا x تخالف الصفر، ولكن هنا القيمة المطلقة لـ x تخالف واحد، يعني x تخالف واحد أو x تخالف ناقص واحد. إذا مجموعة تعريف الدالة f ولا و f هي r باستثناء ناقص واحد صفر واحد. نقدروا نكتبوها على شكل مجالات، دلي f تساوي ناقص ما لا نهاية حتى ناقص واحد مفتوح قش يخالف اتحاد ناقص واحد حتى الصفر يخالف، إذا مفتوح اتحاد صفر واحد مفتوح اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. دونك ها هو مجموعة تعريف هذه الدالة. هناك كذلك أمثلة عديدة لنأخذ h ل x، h دالة عددية لمتغير حقيقي، بحيث h ل x تساوي جذر مربع x زائد 3 زائد جذر 1 ناقص x. هنا x ينتمي ليكون x ينتمي إلى f، x ينتمي إلى الدلي f، يعني x زائد 3 أكبر أو تساوي صفر كما قلت. هنا ليس مقام، إذا يقدر يساوي صفر يقدر يساوي صفر، وفي نفس الوقت و واحد ناقص x أكبر أو يساوي صفر، يعني هنا x أكبر أو يساوي ناقص 3، وهنا لتحت ناقص x أكبر أو تساوي ناقص 1، يعني x أكبر أو يساوي ناقص 3 و x أصغر أو يساوي 1. إذن هنا ناقص نقلبوا الإشارة مع قلب الرمز. إذن هنا x أكبر أو يساوي ناقص 3 و x أصغر أو يساوي 3، يعني x محصور ما بين ناقص 3 و 1. إذن مجموعة تعريف دالة h يساوي أنا دالة h x ينتمي لـ h، دلي h تساوي المجال المغلق ناقص 3 1. هذا هو مجموعة تعريف هذه الدالة. هناك دوال يتطلب الأمر لحل معادلة من الدرجة التالية. فمثلا جذر مربع x وستنان زائد x ناقص زوج، نديرو تيلي x تساوي، إذا هنا x ينتمي إلى R ليكون x تنتمي إلى ديلي A ديلي T، يعني x وستنان زائد x ناقص 2 أكبر أو يساوي صفر، ماشي في المقام، إذا نقدر ندير أو تساوي صفر. وهنا نبحث عن الدلتا، دلتا ديال x وستنان زائد x ناقص 2 تساوي صفر، تعطينا دلتا تساوي 1 وستنان ناقص 4 في 1 في ناقص 2 تساوي 1 زائد 8 تساوي 9. دونك هنايا دلتا موجب حلين،
إكس واحد يساوي ناقص بي هي ناقص واحد ناقص جذر تسعة هي ثلاثة على زوج أ زوج واحد زوج، تعطينا ناقص أربعة على اثنان هي ناقص زوج. إكس اثنان يساوي ناقص واحد زائد ثلاثة على زوج، تعطينا زوج على زوج تساوي واحد. إذن هنا غادي نشوفوا وقتاش تكون إكس أس اثنان زائد إكس ناقص زوج موجبة. نديرو جدول الإشارات، هنا إكس واحد إكس اثنان، نبداو في الصغير عاد نفوتو للكبير. إكس ناقص ما لا نهاية زائد ما لا نهاية، هنايا إكس أس اثنان زائد إكس ناقص زوج. دونك إشارة هذا هذه الدالة هي هنا نديرو صفر صفر، إشارة أ خارج الجذرين ومقابل داخل الجذرين. إذن هنايا مجموعة التعريف لتحديد إشارة إكس أس اثنان زائد إكس ناقص زوج، نشوفو الإشارة تاع المتراجحة هذه موجبة. إذن موجبة غادي ناخذ هذا المجال اتحاد هذا المجال، إذن ديلي تي تساوي ناقص ما لا نهاية حتى ناقص اثنان مفتوح على حقاش ما خصوش لا لا مغلق على حقاش ما حناش في المقام، اتحاد واحد زائد ما لا نهاية. وهكذا انتهت الحصة، إلى تمارين أخرى إن شاء الله حول الدوال، سيكون درس آخر حول الدوال ندرس فيها زوجية وفرضية الدالة، المنحنى تاع الدالة، تغيرات كذلك إلى آخره. لا تنسوا الضغط على لايك وأبوني إن كنتم جدد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.